سلام عليكم. ان شاء الله النهارده هعمل كنافه بالكريمه. انا عملتها قبل كده في الفيديو بتاع الجلاش بس ناس طلبتها تاني، فانا هعملها في فيديو منفصل لوحدها عشان خاطر محدش يتلخبط. مقادير معايا، ادي كنافه، ده حوالي يعني ربع كيلو وشويه كانوا باقيين عندي في الفريزر وفتفتها صغير زي ما انتم شايفين اهو. حطيها في الفريزر كام ساعه كده لحد ما تجمد، وبعد كده فصلها تبقى سهله معاكي. وعندي كوبايه لبن ومعلقتين نشا ومعلقه سكر بودره، وعندي سمنه، وادي الشربات بتاع الكنافه انا عاملاها قبل كده. تمام، اول حاجه ادي الكنافه اهي، احط عليها السكر واقلبه كويس قوي فيها. اللبن اهو انا حطاه يغلي عشان اعمل الكريمه بتاعتها، كوبايه لبن اهي، وانا حطيت السكر كله اهو قلبته كويس قوي من غير سمنه. يا جماعه انا بعملها بحط السمنه في الاخر خالص اهي، اضغط عليها كويس قوي، اهم حاجه تضغطي عليها الارضيه كويس جدا. خلاص انا عملت اهي، دوست عليها جامد جدا بطبق. ادي النشا دوبتها في شويه ميه لحد اللبن ما يغلي اهو. اللبن انزل بالنشا شويه شويه لحد ما تاخد السمك اللي انا عايزاه، بس ما تبقاش تقيله قوي اهو. اقعد اقلب فيها علشان ما تكلكعش لحد ما تلاقيها بدات تغلي كده اهي. بصوا المهلبيه بقت جاهزه اهي، الكريمه بتاعتها تهدى شويه، بعد كده احطها على الصينيه. ادي الكريمه اهي، حاولوا يا جماعه الكريمه ما تطلعش على الطروف، تبقى قبل الطرف بشويه اهي. ابتدي بقى احط الكنافه شويه شويه، بس ما تضغطيش عليها قوي علشان الكريمه ما تطلعش منك اهي. خليها سوا واحد عشان تطلع معاكي مظبوطه. انا كده حطيت حوالي كبشه سمنه اهي، وزعتها عليها كويس. انا مشغله الفرن من شويه، دي الصغيره دي هتقعد في الفرن حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه على الشبكه، ما بتشغليش الشوايه خالص، هي بتتحمر من فوق ومن تحت. انا خدت الوقت الفرن، بعد كده اطلعها قدامكم واحط لها الشربات واقلبها. خلاص هي طلعتها من الفرن على طول، شربات بارد وتقيله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كفايه شربات كده عشان ما يبقاش مسكره قوي. هقلبها واقطع لكم حته منها دلوقتي. خلاص انا قلبتها اهي، تبرد بس شويه عشان لسه سخنه، ونقطع حته. سخنه جدا، بصوا اهي، بصوا الكريمه فيها، بصوا طريه ازاي، بصوا اهي. ناخد كمان حته اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهي، بصوا يعني بجد فظيعه، جربوها، لازم تجربوها يعني. ناخد دي كمان اهي ونكسر دي كده. بص كلها يعني كلها فيها، يعني هي الطرف بس حاجه بسيطه علشان خاطر ما يطلعش منها وهي في الفرن. ان شاء الله يا جماعه تجربوا الكنافه، انا عملتها قبل كده برده بنفس الطريقه وبنفس وهي هي، ما فيش فيها اي تغيير خالص. جربوها وان شاء الله تعجبكم وبس. كل سنه وانتم طيبين.